اختتم معرض جايتكس جلوبال 2024 فعالياته اليوم بعد مشاركة قياسية من قبل العارضين والزوار، حيث تعد النسخة الحالية للمعرض الأضخم في تاريخه. وقد شهد المعرض حضورا دوليا واسعا تمثل بمشاركة 6500 عارض و1800 شركة ناشئة و2200 مستثمر، فضلا عن مشاركة العديد من الهيئات الحكومية والمستثمرين والخبراء والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والباحثين من مختلف أنحاء العالم. واستعرض المعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف القطاعات، مع عقد العديد من الصفقات التي تعزز دور الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.